كل بنت فينا بتتمنى ضوافرها تكون قويه ولونها ابيض وحلوه كده وشكلها شيك، فجايبه لكم النهارده وصفات كده في بعض جميله. انت اعملي ابسط وصفه واسهل وصفه ليكي، فلو مهتميه تعرفي ايه هي الوصفات دي يبقى كملي الفيديو للاخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي عاملين ايه؟ جايبه لكم النهارده وصفه جميله وبسيطه وسهله كده تعمليها. وصفتي النهارده لتطويل الاظافر. بنات كتير كلمتني وقالوا لي ايه هو الروتين بتاعك اللي بيطول الاظافر في وقت قياسي، فانا النهارده جمعت لكم كده اربع وصفات بالظبط هي دي اللي انا بعملها هتطول اظافرك في وقت قياسي لو انت محتاجه تطولي الاظافر بتاعتك. فوصفات مكوناتها كلها في المطبخ، مش هتتعبي خالص ان انت تدوري على المكونات، متأكدة ان هي هتبقى متاحة عندك ان شاء الله في المطبخ. يعني خليكي معايا هقولك ايه هي اول مكون انا بستعمله. المكون الاولاني اللي انا هستعمله معاكم النهاردة وهستعمله في كل الوصفات بتاعتي هو الليمون. الليمون النهاردة يا بنات مكون اساسي في كل الوصفات اللي انا هعملها معاكم النهاردة للاظافر، وهحاول ان انا اختصر لكم شويه وانجز، فيلا بينا بقى ايه عشان ايه ما اطولش عليكم. اول حاجه هتعمليها في الوصفه الاولانيه بتاعتك ان هي هتجيبي حبه من الميه، يعني مش مقدار معين، لا هتجيبي كده مثلا نص كاس، احنا هنبقى محتاجين كوبايه فيها ميه، وهتبداي ان انت تجيبي ليمونه زي ما انت شايفه كده، وهتبداي ان انت تعصريها على الميه بتاعه الطبق اللي انت حطاها، وعادي تنزل بزرعها مفيش اي مشكله خالص. هقول لكم الميه دي احنا هنحتاجها في ايه دلوقتي. تمام، ايه الحاجه بقى ان احنا هنعملها حالا؟ هي قشره الليمون دلوقتي زي ما انت شايفه كده. هتجيبي حبه صغيره من الملح، اهو ملح قدامك، وهتبداي ان انت تعملي كده اهو، تدخلي الملح جوه الليمون ده، وهتبداي ان انت تعملي كده بضوافرك. هتعملي تدليك خفيف جدا كده للاظافر، هتفضلي تدلكي حوالي 5 دقايق اهي لكامل الاظافر. الليمون جميل جدا للاظافر لان هو بيقويها جدا، يعني صعب انها تتكسي وتتني، حلو جدا يعني مع الوقت كمان ومع التدليك الكتير هتفيدك جدا جدا. الليمون والملح بيقوي الاظافر جدا جدا. الملح انا حطيته لان الملح هو اللي بيدي لون الاظافر بتاعتي، جميل جدا بيديها عموما. يعني بتفضلي تدلكي كده 5 دقايق، انا هدلك وايه وهوريكم النتيجه في الاخر هتبقى عامله ازاي. دلكت الاظافر اهي كده تمام. ايه هي بقى الحاجه التانية اللي انا هعملها؟ هي ان انا هحط ايدي في الميه اللي انا عاملاها زي ما انتم شايفين كده، هبدا ان انا احط ضوافري فيها اهو، كاني بشطف ايدي، يعني انا مش هشطف ضوافري بميه عاديه، لا انا هشطف الاظافر بتاعتي بميه الليمون، لان انا عايزه استفيد استفاده كامله من الوصفه. فانا لو غسلتها بميه عاديه انا كده بغسل الليمون والملح من على ايدي، يبقى انا كده ما استفدتش باي حاجه خالص من الوصفه بتاعتي. هبدا ان انا بغسل ايدي كده كاني بغسلها في ميه عاديه جدا اهو، غسلتها انا ايدي الحمد لله اتشطفت اهي وبقت تمام جدا جدا. لو اخدين بالكم الدوفر ده بتاعي اتكسر، يعني في حاجه حصلت له فللاسف اتكسر مني، فطبعا انا بحاول ان انا اطوله اهو، بحاول طبعا ان انا اقوي ضوافري اكتر من كده. انا الحمد لله خلاص شطفت ايدي، هبدا ان انا انشفها واتعامل عادي بقى في حياتي كده اليوميه، مفيش اي مشكله خالص. الليمون لا هيضايقك ولا هتحسي بيه، انت كده يعتبري شطفتي ايدك. وصفه جميله جدا وسهله، ودي كانت اول وصفه عندنا، قوموا اعملوها على طول. يلا بينا اقول لكم بقى ايه هي الوصفه الثانيه اللي انا على طول بستخدمها مع الوصفات الباقيه. تاني وصفه عندنا وصفه برده بسيطه، كل اللي انت هتحتاجيه هو صفار البيضه، بلاش بياض البيضه لان بياض البيضه مش بيبقى حلو على الضوافر، صفار البيضه حلو جدا لان هو كله بروتينات وكله فيتامينات، بتطول الضوافر كمان بتقويها. هتجيبي صفار بيضه كده عادي وتبداي ان انت تعملي كده فيها اهو، يعني بتخليها كده تسيح على بعض. تاني حاجه هتعمليها او تحطيها على صفار البيض هو العسل، حطي معلقه واحده بس من العسل اهو كده هتبقى تمام جدا، يعني كمان مش عايزين معلقه قوي تكون كبيره اهو، جميل جدا. ده كل اللي انت هتحتاجيه، وبعد كده هتقلبي كويس جدا الخليط بتاعك اهو،
تبدأي تقلبي كويس جدا 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 جدا. اهو كده حبيبة قلبي اهو تمام. ايه بقى الحاجة اللي احنا هنحتاجها تاني في المكون بتاعنا الاساسي اللي انا قلتلكوا عليه وهو الليمون. زي ما انا قلتلكم الليمون الحاجة الاساسية اللي هتبقى معانا في معظم الوصفات. انا هحط نص اهو ليمونة حلوة جدا كده على طول اهو حتى بالبز بتاعها. احنا مش ايه ما عندناش وقت ان احنا حتى نشيل حاجة. تبدأي تقلبي اهو تقلبي كويس 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 لحد ما الخليط بتاعك يبقى كله مع بعض كده كويس اهو تمام. الحاجة بقى التانية اللي انت هتعمليها هي ان انت هتبدأي تعملي كده على طول. يعني احنا ايه ما عندناش يا مرحميني على طول كده اهو تبدأي تعملي كده وتدلكي تدلكي. طبعا في كل الوصفات اللي فاتت دي كل اللي هطلبه منك ان انت تدلكي ضوافرك بالمكونات او الوصفة اللي انت هتعمليها من الوصفات دي تدلكي كويس حوالي 5 دقايق وبعد كده عادي تغسلي ايديكي. لو مش عايزة تغسليها في كل وصفة من الوصفات دي تجيبي مية وتحطي فيها ليمون وتغسلي ايدك او ضوافرك عموما بيها وده هيبقى افضل ليكي. جميلة جدا جدا بجد للضوافر ولتقوية الاضافر. هتطول جدا بشكل سريع وهتحسي بفرق جامد جدا يمكن من اول 3-4 ايام. حلو جدا جدا بعملها اول ما ضفري مثلا يتكسر اول مثلا ما يتنتش وبضطر ان انا اقصه. فالمكونات بتاعتها بسيطة جدا جدا كل الوصفات متاحة عندك في المطبخ وهتحبيها جدا. تالت وصفة عندنا وهي وصفة الجليسرين. الوصفة دي جميلة جدا لان هي المكونات بتاعتها زي ما قلتلكم بسيطة. الجليسرين جميل جدا 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 في تطويل الاظافر واحسن حاجة فيه ان هو بيطولها وبيخليها قوية ولونها ابيض من فوق. مش هتحتاجي خالص اي مقويات تحطيها لاظافرك. تاني مكون عندنا في الوصفة دي هو العسل. لو اخدين بالكم العسل والليمون استخدمته في كذا وصفة حلوين جدا جدا وفوق الحلوين للاظافر. حطيت هنا ممكن نص معلقة من المعلقة الكبيرة وبدأت ان انا امزج الجليسرين مع العسل. وبعد كده المكون التالت بتاعنا برضو مكون بسيط وهو ماء الورد. لو انت مش عندك ماء الورد تقدري ان انت تستخدمي مية او انا بقدر اقول لكم دلوقتي الاجابة لو انتوا سألتوني ما عندناش مية ورد استخدمي مية ومفيش اي مشكلة خالص. هحط هنا برضو ممكن معلقة كده اهو تمام على حسب الكمية اللي انت هتستخدميها. بتقدري برضو تقلبي تقلبي لحد ما تحسي ان العسل بدأ يدوب كده في ايدك. بقلب كويس جدا جدا وحبدأ برضو احط الضوافر بتاعتي في الوصفة اهو. خلاص المكون بتاعي كده بدأ يبقى جاهز. هبدأ هنا ان انا احط ضوافري فيها اهو كده حطيت ضوافري وبدأت ان انا ادلك زي ما قلتلكم. دلكت كويس وحاولت ان انا ادخل المكونات جوه الدوفر وفوق الدوفر عشان الدوفر يمتصه. وصفات سهلة جدا وتقدر ان انت تقومي تعملي وصفتين منهم او وصفة واحدة مفيش اي مشكلة خالص. وصفات جميلة جدا وكمان المكونات بتاعتها دايما متاحة عندك. انا عن نفسي على الاقل بيبقى في وصفة من الوصفات دي موجودة عندي في البيت فالموضوع بالنسبة لي بيكون سهل جدا جدا. اتمنى ان انا ما كنتش طولت عليكم يا حبايب قلبي. رابع في وصفة بقى وهي الوصفة الاخيرة. وصفة انا مش هعملها قدامكم بس هقول لكم عليها لان مكوناتها مش متاحة عندي وهي وصفة الثوم. هتجيبوا فصين من الثوم وهتبشروهم وتحطوا عليهم نص كوب من الماء وكمان تنزلوا صوابعكم فيه وتبدأوا ان انتوا تدلكوها. نفس الخطوات اللي احنا عملناها في المكونات بتاعتنا اللي فاتت من 3 وصفات. وصفة جميلة جدا جدا وصفة الثوم لان هي بتطول الضوافر. كنت هقول لكم بتطول الشعر بتطول الضوافر جدا جدا. الثوم معروف ان هو بيقوي الاظافر. حلوة جدا جدا. اتمنى ان انا ما كنتش طولت عليكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتعملوا كمان اشتراك للقناة لو انت لسه ما انضمتوش لتيم لكت سيدتي مع صوفي. بحبكم جدا جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.